وينضم إلينا مشاهدينا من الدوحة المحلل السياسي عبد الله الخاطر. أستاذ عبد الله، أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة. قبل أن نفوت بالاتفاقيات والتفاهمات وتأثيراتها في هذه الزيارة المهمة لأمير قطر لبغداد، ماذا يعني برأيك إعلان النوايا المشترك بين قطر والعراق؟ كيف تصنف هذا الإعلان؟ ماذا يعني بالضبط؟ الإعلان يعني الحقيقة بداية الشراكة ما بين قطر والعراق في مختلف القطاعات. قطر اليوم تملك اقتصاد جد متنوع في الداخل وفي الخارج ومن خلال الاستثمارات على المستوى الدولي والعالمي في مختلف القطاعات، والاقتصاد العراقي يملك قدرات هائلة الحقيقة ومرتكز أساسي إذا كان بالنسبة للعمل التجاري والتبادل، سلاسل التوريد خاصة بالنسبة لطريق التنمية، وهذا طريق أساسي ومهم. فإذا في الداخل العراقي في حد ذاته الحقيقة هناك إمكانيات هائلة طبعا بالنسبة للطاقة، بالنسبة ل قطاع الضيافة، بالنسبة لقطاع الصناعة، لمختلف القطاعات. وبالإمكان طبعا إيجاد دور وتنسيق ما بين قطر وما حققت حتى الآن قطر في مختلف القطاعات، إذا كان قطاع الضيافة، إذا كان قطاع الطاقة النظيفة، إذا كان أيضا قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة البديلة، إذا كان أيضا في البنى التحتية والبنى الفوقية. العراق يمتلك إمكانات هائلة إذا كان في قطاع الضيافة في حد ذاته، إذا كان في قطاع الطاقة، إذا كان في قطاع النفط، الغاز، كلها الحقيقة فرص كبيرة. أنا في اعتقادي ليس هناك سقف بالنسبة للعلاقة والشراكة ما بين قطر والعراق إلا الحقيقة مخيلتنا كشعبين وك بلدين يسعون لدعم بعضهم البعض. بالنسبة لقطر، اللحمة اللي بدأت تتضح خاصة في بين الشعب العراقي وقدرته على إدارة الشأن الداخلي بشكل يرفع منسوب الثقة، مثل هذه زيارة أساسية ومهمة لاستمرار مثل هذه الثقة، وخاصة الدعم الكبير والاستثمار بخمس مليارات، هذا أيضا مؤشر أساسي لأنه العراق أصبح مكان ثقة المنطقة ومكان ثقة المستثمرين، ولذلك سيقدم إن شاء الله أيضا المستثمرين الآخرين ودعم الاقتصاد، ولذلك تصبح العملية داخل العراق عملية تنمية مستدامة بعيدا عن طبعا الماضي. نعم أستاذ عبد الله، السوداني يعني دعا لما وصفه بتكتل اقتصادي ناجح بين البلدان العربية ودول المنطقة وتنسيق المواقف إزاء التحديات المشتركة في هذه المنطقة. هل تعتقد أن الوضع الإقليمي جاهز لتنفيذ هكذا دعوات ذات طابع اقتصادي تنموي مع وجود هذه الخلافات والتوترات؟ سؤال جيد وفي وقت الحقيقة، والزيارة هذه تأتي في وقت جدا مناسب. نرى التغيير الأساسي حقيقة في ذهنية المنطقة وشعوب المنطقة. هناك الآن الحديث عن صلح، عن إذا كان صلح سعودي إيراني، إذا كان أيضا صلح إيراني عراقي سعودي تركي، ولذلك الكل اليوم إذا كان تركيا، إذا كان إيران، إذا كان المنطقة العربية، اليوم الكل يسعى للتنمية الاقتصادية ومحاولة أيضا اللحاق بركب التطور الاقتصادي والتطور التقني المتسارع، ولذلك المنطقة اليوم على مستوى من الاستقلالية في اتخاذ القرارات، ورأينا هذا الحقيقة في عودة الصين كأيضا ضامن، في أيضا تواجد روسيا. المنطقة الآن أخذت دور حيادي ودور وسيط نزيه، ورأينا زيارات إذا كان زيلنسكي، إذا كان في الجانب هذا، إذا كان أيضا في الجانب الروسي، الصيني كذلك. ولذلك يعني في اعتقادي أن المنطقة خرجت بدروس كبيرة خلال العقود الماضية
وإن عمليات التوسع وأحلام الإمبراطوريات وغيرها الحقيقة معالها إلى الخسائر اللي شفناها إذا كان دول عظمى كالولايات المتحدة خروجها من العراق خروجها من أفغانستان وكذلك الدول أيضا دول المنطقة. ولذلك المنطقة جاهزة وطريق التنمية هذا جدا أساسي ومهم من تركيا إلى البصرة إلى بقية المنطقة ويفتح البوابة على الخليج العربي وقد أيضا يتواصل مع الطريق والحزام بالنسبة للصين خاصة أن ميناء جوادر أيضا سيكون ميناء أساسي ومهم ويصب في المنطقة في الجانب التجاري والتبادل التجاري والمنطقة تصب أيضا بالنسبة للصين خاصة بالنسبة للطاقة والطاقة النظيفة ولذلك المنطقة مقبلة على إذا ظلت يعني ما نراه الآن من مؤشرات في السعي للجانب الاقتصادي والتنموي أنا في اعتقادي هناك الحقيقة فرص هائلة وكبيرة وكل يعني بقطر تعتمد على الغاز المسال ولكن بوجود طريق التنمية بإمكان قطر أيضا أن تصل إلى تركيا وإلى أوروبا بأنابيب وهذه قد تكون أيضا فرصة كبيرة لقطر وللعراق ولذلك قطاع الضيافة قطاع كبير العراق يملك تاريخ أكثر من 11 ألف سنة من الآثار ولذلك هناك منظومة كبيرة من العلا إلى طبعا البصرة إلى قطر والموانئ كلها داعمة للفترة القادمة نعم من العاصمة القطرية الدوحة المحلل السياسي عبد الله الخاطر ممتن جدا لوجودك معنا شكرا جزيلا